أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية بل افتراه بل هو شاعر ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا فاعبدون
سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه